بونجور، في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو أسئلة وأجوبة سهلة على لا بواطا ميرفي ومشروحها. شكون هو الكاتب وشكون هو الراوي ديال الروايات لا بواطا ميرفي؟ الكاتب هو أحمد الصفريوي والراوي كذلك هو أحمد الصفريوي. أحمد الصفريوي هو اللي كيروي لنا الأحداث اللي كان عاشهم في واحد المرحلة من حياته، وهي الطفولة، وهي لونفونس، ملي كانت عنده 6 سنين. كيحكي لنا على هذه المرحلة. الشخصية الرئيسية في القصة، ولا كنقولوا ليها لو بيرسوناج برينسيبال، بيرسوناج برينسيبال اللي في لا بواط ميغوي هو سيدي محمد. نشر الرواية، تاريخ نشر الرواية هو 1954، يعني الوقت اللي نشرت فيه. تاريخ كتابة الرواية هو 1952. الهدف من الكتابة ديال الرواية هو إعادة العيش في أحداث من الماضي. الكاتب من خلال الرواية ديالو كيحاول أنه يعيشنا في أحداث اللي كانوا وقعوا ليه في الطفولة ديالو، في الماضي ديالو. هذا هو الهدف ديالو من الكتابة لهذه الرواية. النوع الأدبي ديال الرواية هو أدب مغربي بتعبير فرنسي. المكان اللي كدور فيه معظم أحداث الرواية كدور في دار الشوافة اللي كان ساكن فيها سيدي محمد في بروميير ايطاج، في الطابق الاول اللي كان مقسم هما والجيران اللي كانوا معاهم. وفي الغيت شوسي كانت ساكنه الشوافه اللي هي مولات الدار، كانت ساكنه في الغيت شوسي. مناش كيعاني الطفل سيدي محمد، سيدي محمد كيعاني من الوحدة والعزلة، يعني من لا سوليتود. علاش الصفريوي، أحمد الصفريوي، دار السرد ديال حياته؟ أحمد الصفريوي دار السرد ديال حياته مثلا باش يعطينا مثال عليها، مثال عليه. وكذلك كيسلط الضوء على الموضوع ديال الوحدة، ديال لا سوليتود، كيفاش عاش في هذيك المرحلة. هذا هو هو السبب اللي خلاه يسرد لينا هذه الفترة من حياته اللي كان فيها الوحدانية والعزلة ديالو، حيث كان ان انفون سول دو سا فامي، طفل وحيد للعائلة ديالو. كيفاش حكى لينا الكاتب على الأم ديالو؟
الكاتب قال باللي الأم ديالو كانت كتبغي تحب تسرد الأحداث وأنها مسلية وأنها لا زالت شابة، يعني كانت جبهة تهضر بزاف، كانت كت الميمي كيف قال هو الميم دي زفينمون كي لا في أوبا مور، شافتهم في الحمام، وأنها مسلية وأنها ما زالت شابة، يعني إلي أنكور جون. المكونات ديال العلبة ديال سيدي محمد، العلبة ديال سيدي محمد كتكون من أشياء فتول، يعني أشياء ما غير ضرورية، ما فيها حاجة اللي فيها منفعة، كان كيدير فيها المسامر، كان كيدير فيها الأقفال، شي حوايج اللي ما محتاجينهوش. الدور اللي كتلعب هاد العلبة في المرحلة الطفولة ديال سيدي محمد، العلبة كانت مثابة يعني أنيس ديالو في الوحدة ديالو، كان كيلاهي بها الوقت، كان كيتلاهى بها مع الوحدة ديالو، حيت ما كانش عنده شي حد اللي يكون معاه. كاينه يوم ما كيحملوش سيدي محمد، سيدي محمد ما كيحملش يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بالنسبه لي ان جور نيفاست. علاش ما كيحملش هذا اليوم؟ حيت هو اليوم اللي كيديروا فيه، كيعرضوا فيه على الفقيه، كيعرضوا فيه على الفقيه القرآن، كيف قال هو سي لو جو سان جور نيفاست، كيديروا فيه لا ريسيتاسيون دي فيرسي ساكري.